الجزائر بما أنها تترأس المنظمة عن طريق أحد إطارات القطاع التأمينات في الجزائر، نظن راح تكون عندنا، وكذلك ما ننساش أن الجزائر كذلك تترأس المنظمة العربية للتأمينات حتى 2024. لهذا اليوم الجزائر تترأس منظمتين دوليتين من مهمتين الإطارات اللي راهي تمثل الجزائر في هذه المنظمتين. نظن راح تكون عندهم الفرصة أنهم يحاولوا أنهم يشرفوا الجزائر، أنهم يكونوا يعني باقتدار، أو أنهم يكونوا لوضع حيز التنفيذ مخرجات المؤتمرين.